المكملات الغذائية مواد مصنعة لتحسين الصحة العامة عن طريق ضمان حصول الجسم على الكمية الكافية من العناصر الأساسية التي يحتاجها لأداء وظائفه الطبيعية بشكل سليم. تضم ما يقارب من 29 نوعاً متداولاً حسب منظمة الأغذية العالمية، فيتامينات، معادن، بروتينات وأحماض آمنية، لكل منها استخدام وفائدة. دونك هي راح تعاون الجسم تاعنا، راح تعوض بنسبة قليلة من المعادن والفيتامينات اللي نلقاوها في الأغذية، مي هادشي ما يمنعش باللي ولا ما راحش يعوض 100% الاكل نتاعنا، لانه المكمل الغذائي يكمل المغذيات اللي نتناولوها، يعني الفيتامينات والمعادن اللي نلقاوها في الاغذيه نتاعنا. لا بلوبار راهم يستعملوا ولا يشريوا لي كومبليمون اليمونتير، يعني لي كومبلكس بي ولا لي ملتي فيتامين. كل مكمل غذائي عنده خاصية نتاعو على الجسم نتاعنا. يوصي الأخصائيون بتناول المكملات الغذائية في حالات محددة مع ضرورة احترام الجرعات الموصى بها تجنبا لأي مضاعفات صحية. اون بو لي كونسيي، يعني نقدروا ننصحوهم يعني للمرضى، بصح نفهموهم على الجرعات كيفاش يشربوهم وقتاش يشربوهم، اسكو قبل الاكل ولا بعد الاكل. لا سور كونسوماسيون تما ما يحترموش الجرعات، دونك كي ما يحترموش الجرعه راح تسبب لهم مشاكل، تقدر تسبب لهم ايبوغليسيمي يعني السكر في الدم يهبط، تقدر تسبب لهم امراض القلب والاوعيه الدمويه، وكاين مخاطر اخرى على الصحه نتاعنا. بالغذاء المتنوع والصحي يبنى الجسم السليم ويشكل مناعه ضد الامراض وفيروسات العصر. اما لتعزيز الطاقه والقوه البدنيه ياتي دور المكملات الغذائيه في حدود التوصيات الطبيه.